ورجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدينا الأعزاء. في الحقيقة طبعا زي ما قلت لحضراتكم، أكتوبر دايما بيفكرنا بالانتصارات وبإن احنا نقدر نعمل كل حاجة. الشعب المصري قوي جدا، وبمناسبة انتصارات أكتوبر النهاردة دعا عدد من الأحزاب السياسية أعضائها وكافة جموع الشعب المصري للمشاركة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد. الكلام ده إن شاء الله بإذن الله النهاردة الجمعة 2 أكتوبر 2020، ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالميادين الرئيسية في المحافظات والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري المنصة بمدينة نصر. وأعربت الأحزاب عن ثقتها في قدرة مصر بقيادة الرئيس السيسي والشعب المصري العظيم وقواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية وجميع مؤسسات الدولة في مواجهة جميع التحديات والمؤامرات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة المصرية. في الحقيقة حاجة جميلة جدا لما نعبر دايما قد إيه إحنا بنحب بلدنا وبندعم رئيسنا وبنوري اللي بيدعو للخراب واللي بيدعو للتظاهر واللي بيدعو لأنه يخرب بلدنا واللي بيدعو وبيكره إن بلدنا تتقدم خطوة واحدة، بيبقى شيء مشرف وجميل جدا إن إحنا نفكره في يوم نصر أكتوبر إن إحنا قادرين وإن إحنا مش هنسكت له، هنقف له بالمرصاد. والحقيقة في حملة دلوقتي اسمها الحملة الوطنية لدعم الرئيس للإعلام السياسي برئاسة السيد اللواء دكتور فوزي رمضان. الحقيقة الحملة بتقوم زي ما في إعلام أسود بيحاول يخرب البلد، لازم يكون في إعلام يوعي الناس، يوريهم إنجازاتنا، يوريهم إن مصر عظيمة ومصر قادرة ومصر ناجحة ومصر مميزة. وطبعا حضراتكم كلكم في منكم اللي سمع وفي اللي ما نسمعش عن العميل الهارب محمد علي، وطبعا مصر بتطالب الانتربول الدولي ان هي تجيبه لانه انسان ده بيكره مصر، بيكره بلده، ده عميل، ده جاسوس، ده ما يصلحش ان هو يكون مصري. محمد علي ده عمال يتكلم عن الدولة وعن الجيش بشكل سيء جدا. لازم يكون في حاجة مضادة توعي الناس وتفهمهم، والناس كلها لمسة التطور. امشي في شوارعك، اتفرج على كباريك، اتفرج على المشاريع اللي كل يوم بتتطور، اتفرج على اقتصاد مصر اللي كل يوم بيعلى. ساعتها هتعرف قيمة بلدك، قيمة بلدك دي وقوة بلدك بقوة جيشها. طبعا المخربين والعملاء والفاسدين بيعملوا ايه؟ بيحاولوا يزعزعوا العلاقة ما بين الشعب وجيشه، يكرهوك في جيشك، يكرهوك في شرطتك. كل ده ليه؟ كل ده عشان يخربوا بلدك. ما هي البلد لو اتخربت انت هتلاقي شغل، هتلاقي تاكل، ما انت لو ما اشتغلتش مش هتاكل. فإذا الخراب أول ما هيرجع هيرجع على سيادتك، هيرجع على الشعب المصري، وهم فاهمين الكلام ده، فهم شغالين بإعلام أسود، فلازم يكون فيه إعلام مضاد. علشان كده نشئت الحملة الوطنية لدعم الرئيس للإعلام السياسي برئاسة السيد اللواء دكتور فوزي رمضان. معانا على الهاتف السيد اللواء دكتور فوزي رمضان. أهلا وسهلا بحضرتك سيادة اللواء. اهلا بيك يا فندم، اهلا بيك وكل سنه طيبه. اهلا بحضرتك، وبجد الحمله رائعه وحضرتك طيب طبعا، وانا شرفت بالاشتراك في هذه الحمله. الله يخليك يا فندم، كتر خيرك. عايزين نعرف بقى المشاهدين اهداف الحمله ايه سياده اللواء. بصي بقى اقول لحضرتك حاجه، الحمله اهم حاجه فيها واهدافها الرئيسيه الوقوف مع الدوله ومع الرئيس ومع الجيش والشرطه والقضاء يعني. النقطة الثانية، احنا بنبرز انجازات السيد الرئيس عن طريق الاعلام الالكتروني والقنوات والجرايد وغيرها. ممتاز. النقطة الثالثة، بنعمل على نشر الوعي لدى المواطنين اعلاميا ونشر الثقافة الاعلامية السليمة التي تقوم على اساس الوطن للجميع. وكمان ما بننساش نعمل توعية المواطنين بالفكر المتطرف الذي يؤدي لعدم استقرار البلاد.
كمان اللي احنا بنشط بيها نشر جمال الجزيرة في قوبا. الو، سيادة اللواء. اقتصادية ومالية تمام، والوقوف مع الدولة والرئيس وتوضيح جميع الأفكار الإعلامية الصحيحة. النقطتين الأخرانيين اللي هم نشر العام الخيري من الدولة عن طريق صندوق تحيا مصر بكفل وكرامة. بنوضح إزاي الناس تستفيد من صندوق تحيا مصر أو تستفيد من مشروع كفل وكرامة. آخر حاجة بنتكلم فيها هو تجديد الفكر الديني الوسطي ومحاربة التطرف. حضرتك ايوه دي طبعا، فوضى مهم كده جدا. اهداف الحمله اللي احنا كلنا بنفس الجهد غير عادي فيها عشان مصر تبقى في امن وسلام والاجيال القادمه ان شاء الله تبقى حاسه بالامن والامان. بنيه تحتيه وبنات الناحيه العسكريه يعني كل خط هي مصر. الشبكة بتقطع سيادة اللواء، يعني الشبكة ألو يعني أيوة يا فندم. ألو ألو، ألو أيوة مع حضرتك. ممكن حضرتك بس تقف في حتة فيها شبكة؟ هنعاود الاتصال بسيادة اللواء، وأعتقد إن أهداف الحملة اللي حضراتكم سمعتوها أهداف نبيلة جدا، وكلنا كلنا عايزين بلدنا هي الأفضل، كلنا عايزين الدعم لبلدنا. وسيادة الرئيس لو تفتكروا كده يا مصريين، لو تفتكروا مصر قبل ما يحكمنا سيادة الرئيس السيسي، على فكرة بعد أي ثورة لازم رئيس قوي يحكم البلد عشان يقضي على الفساد، ويكون في قوة عشان يرجع اقتصاد البلد ويرجعها أعظم وأعظم. فكان لازم سيادة الرئيس يتعامل بقوة مع كل مخرب، مع كل إنسان بيكره وطنه وبيكره البلد. اوعوا يا مصريين تسمعوا كلام المخربين، اوعوا يا مصريين تمشوا وراهم أو تنساقوا ورا كلامهم. هو بيحاول يثير جواك غضب وبيحاول يعمل ثورات، بس لا، خلاص كلنا فهمنا، خلاص كلنا فهمنا اللعبة اللي بتلعبوها. خلاص من النهاردة ومن شهر أكتوبر وعلى طول معاك يا ريس عشان نرفع شعار تحيا مصر، تحيا بلدنا. ورجع لنا تاني سيادة اللواء، سيادة اللواء، سيادة أنا اللواء. معاك يا فندم، أيوه أنا معاك، اتفضلي. اتفضل اتفضل سيادة اللواء فوزي رمضان، اتفضل حضرتك. أنا سامعك، اتفضلي. حضرتك الأهداف بتاعت الحملة نبيلة جدا وجميلة جدا، وأنا كمان شايفة الحملة دخل فيها جمع جميل من الشعب المصري اللي حاسس بوطنه وبيحبه وغيور على وطنه. تمام. يعني أعضاء الحملة رائعين بجد، ولسه هتكبر اكتر واكتر. الله يخليك. انت عارف ان اعضاء الحمله كلهم نخبه متميزه من الاساتذه في الجامعات ومن كل الوسط الاجتماعي كله. ممتاز جدا. يا ترى عملتوا ايه النهارده في المنصه سياده اللواء؟ والله في المنصه كانت، انا مش قادر اقول لحضرتك، النهارده كان حوالي فوق مقرب ال 100,000 او حاجه او اكتر، ما اقدرش اعد لان الناس بتروح وتيجي، وكانت نخبه سياسيه كبيره جدا كانت موجوده، وكان المجلس اداره الحمله كلها كان موجود، وفي بعض النخب من الاحزاب كانت موجوده، وفي الحملات الاخرى. حقيقه اطياف الشعب المصري كلها كانت ممثله النهارده في الاحتفاليه النهارده بانتصار اكتوبر وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وان مصر كلها بتحبه ومصر امامه. الشعب المصري كله بهتف الرئيس عبد الفتاح السيسي وبانجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي ومصر، وربنا يعني يحفظ مصر وشعبها ان شاء الله.
اللهم امين. ميرسي جدا لحضرتك سيادة اللواء الدكتور فوزي رمضان رئيس الحملة الوطنية لدعم الرئيس للإعلام السياسي، ووفقنا الله لنصر مصر ورفعت مصر، ودايما احنا مع سيادة الرئيس وبندعم الرئيس عشان هو بيحب مصر واحنا كلنا بنحب مصر. تحيا مصر مشاهدينا.